Allah then declares his oneness because the unbelievers denied this divine oneness, saying, "Your God is one God, without son or partner, there is no God save him, the beneficent, the tender, the merciful, the compassionate." يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون O ye who believe! Seek help in steadfastness, to fulfill the obligations of Allah and to abstain from contraventions and shameful works, and prayer, and with abundant supererogatory prayers at night and during the day in order to come clean from sin. Lo! Allah is with the steadfast, He helps, and protects the steadfast from shameful works. Then He mentioned His trial to the believer, saying, And surely we shall try you, test you,
with something of fear, fear of the enemy, and hunger, in the years of drought, and loss of wealth and lives, through killing, death and illnesses, and crops, and the loss of crops. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Allah then mentions the believers' dislike of going between Al-Safa and Al-Marwa in front of the idols which were placed there, saying, Lo! Al-Safa and Al-Marwa, going around Al-Safa and Al-Marwa, are among the rites of Allah, among the rites of pilgrimage that Allah, exalted is He, has commanded. It is therefore no sin, one commits no transgression, for him who is on pilgrimage to the house or visiteth it, to go around them, as the pagan custom is. And he who doeth good of his own accord, and whoever performs extra works other than this obligation of going between Al-Safa and Al-Marwa, lo! Allah is responsive, accept such works, aware, of your intentions. It is also said that this means, Allah accepts the smallest of your works and His reward is abundant. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل
نزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Then he mentioned the sign of his divine oneness, saying, Lo! In the creation of the heavens and the earth, i.e. in their making, or as it is said, in the making of what is in them, and the difference of night and day, in the alternation of night and day, and in the increase and decrease of their duration, and the ships which run upon the sea with that which is of use to men, in their livelihoods, and the water, rain, which Allah sendeth down from the sky, thereby reviving, through rain. The earth after its death, after suffering by drought and being dried up, and dispersing, creating, all kinds of beasts, male and female, therein, and the ordinance of the winds, in changing the direction of the wind towards the right and towards the left, coming sometimes from the east and sometimes from the west, sometimes carrying torment and sometimes mercy, and the clouds obedient, subservient, between heaven and earth, he says, in all these, are signs, indications of the Lord's divine oneness, for people who have sense, who believe that they are from Allah.